عليكم. اليوم رانا في الطريق ما بين سكيكده وعنابه، وهذا الطريق الغابي اللي يقع في غابة فليفيلة عند مخرج مدينة سكيكده اتجاه مدينة عنابه. اذا خذينا هذا الطريق الرائع والممتع واللي تم يعني تجديده اتهام الاشغال به هذه عام او عامين، ان الجدران جديد، الجدران جديد، انا يعني نشوف الطريق الجدران تاعو جديد ما شاء الله، طريق رائع في وسط الغابات. وحنا نعرفوا منطقة الشمال الشرقي للجزائر في ولاية سكيكدة والقالة وعنابة وجيجل، كل هذه المناطق كثافة عندها كثافة غابية يعني غير مسبوقة، عندنا كثافة تاع الغابية ملاك إن شاء الله. الآن رانا في الجزء اللي يقع ما بين ولاية سكيكدة وولاية عنابة، راح ندخلو إن شاء الله إلى كتبنا ربي، إلى وصلنا ربي نوصلو إلى عنابة. ويعني انطلاقا من هذا الطريق المسافة ما بين عنابة وسكيكدة هي حوالي تقريبا 80 كيلومتر. إذا رحنا بالطريق السيار دير 70 كيلومتر، ولا رحنا بالطريق هذا طريق هذا الغابي فالمسافة هي 80 كيلومتر، كان شوية أطول، لكن طريق ممتع رائع يعني فيه، وخاصة أنه يعني البساطة نتاع الأرضية نتاع الطريق جيدة 100%، بساط جديد تم وضعه مؤخرا، نشوفوا يعني الجدران جديد، البان جديد ما شاء الله. إذا ما تروحوش، تابعونا في الرحلة هذه إلى مدينة عنابة. والبحر ما راهش بعيد منا، البحر ما راهش بعيد. طريق روعة رائع ما شاء الله. يعني الأجمل في هذا الطريق هو غياب البنايات الفوضوية، يعني الطبيعة على حالها، مكش بنايات فوضوية على جانب الطريق، يعني منطقة تقريبا تقول ما فيهاش بنايات. طريق رائع، وهنا نلاحظ أن الطريق هذا تم تجديده، وهنا نشوف الشاطئ تاع البحر ما شاء الله. إذا ما زلنا الطريق حوالي 50 كيلومتر على عنابة. إذا نخليكم تستمتعوا بهذه الرحلة على الطريق سكيكدة عنابة، طريق ساحلي، طريق ساحلي سكيكدة عنابة.
عندهم طبعا هذه هي الجزائر، هذه هي الجزائر. تحية الجزائر، تحية الشهداء، والحمد لله على نعمة الجزائر، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام. ولا عزاء للحقيدين والمطبعين. ولا عزاء للمتصهينين. الحمد لله رب العالمين. يا جماعة راني نمشي 40 كيلو في الساعة، هذه هي السرعة باش نتمتع مليح.
ونقص من المخاطر، مخاطر تاع حدوث الحوادث كيما تزربش، لان الطريق هذا فيه بزاف المنعرجات وجاي عالي يعني على سفح الجبل، فالسرعة غير مقبولة. إذن السرعة القصوى هنايا هي 40 كيلومتر في الساعة، وهذا أمر والله مليح، باسكو هكذا تتمتع أكثر، تكون السرعة مش كبيرة، تشوف زرقة البحر وجبال منطقة سرايدي. كانت عندي أمنية أن أزور هذه المنطقة، والحمد لله، الحمد لله أني قدرت نزور المنطقة هذه، نشوف احنا نشوف الساحل ما شاء الله، نشوف الساحل ونشوف الجبال. كان رائع، وتستمر الرحلة.